افتتح وزير الأوقاف محمد مختار جمعة ونظير السوداني نصر الدين مفرح مسجد أولاد دغيم في سيدي عبد الرحمن بمحافظة مطروح. وللمزيد من المتابعة انضموا إلينا مراسلنا وليد هيكل. وليد، ماذا عن أهم التفاصيل لديك؟ نعم شروت، بالفعل كما ذكرت الآن في الخبر نتابع معكم افتتاح مسجد أولاد غيم من قرية سيدي عبد الرحمن بمدينة العالمين. بالفعل هذا المسجد مسجد أولاد غيم الذي بني على مساحة 600 متر وأقامته وزارة الأوقاف بعد إحلاله وتجديده. بالفعل مع معالي وزير الأوقاف قام السيد الشيخ نصر الدين مفرح وزير الأوقاف السوداني والسيد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح بافتتاح هذا المسجد برفقة معالي وزير الأوقاف. لكن مزيد عن هذه الافتتاحات والتي وصلت حتى الآن 660 مسجدا اليوم، بالفعل كما ذكرت شرويت 660 مسجد في خلال 4 شهور، لكن اليوم فقط تم افتتاح 60 مسجدا جديدا هنا على مستوى 16 محافظة. مزيد عن هذه الافتتاحات يسعدنا أن ينضم معنا الآن معالي وزير الأوقاف فضيلة الأستاذ الدكتور محمد مختار جمعة. معالي وزير الأوقاف، افتتاح 60 مسجدا اليوم الجمعة في 16 محافظة ليصل العدد إلى 660 مسجدا في غضون 4 شهور، دلالة ذلك؟ بداية أنا طبعا يطيب لي أن أنا أرحب وأهنئ سيادة اللواء خالد شعيب محافظ مطروح وكل أهالينا والسادة النواب وكل المواطنين في محافظة مطروح بالعيد القومي للمحافظة في هذه الذكرى العزيزة التي سجلت فيها محافظة مطروح مشهدا وطنيا من الملاحم الوطنية العزيزة اللي بتؤكد ارتباط أبناء مطروح قديما وحديثا بهذا الوطن العزيز. وأيضا سعيد بوجود الزميل العزيز معالي الشيخ نصر الدين مفرح والوفد المرافق في جولة واسعة في محافظة مطروح اليوم، حيث سنتجه بعد هذا اللقاء إلى مدينة العالمين الجديدة لنؤكد على ما تحدثنا عنه في الخطبة أن ديننا دين البناء والتعمير، ومصر تبني وتعمر وتبني دولة حديثة عظيمة في مختلف المجالات، من هنا واحدة من أحدث المدن العالمية مدينة العالمين الجديدة. في إطار البناء يأتي دور العبادة، ويأتي هذا المسجد اليوم في إطار افتتاح 60 مسجدا ليتمم بالفعل افتتاح 660 مسجدا في أقل من 4 أشهر، الحقيقة بما يزيد على معدل 5 مساجد يوميا، بمعدل 5.5 مساجد يوميا. ده رسالة أن مصر بلد الإيمان وستظل، ولا يمكن لأبواق الجماعات الضالة أن تزايد على إيمان هذا البلد ولا على اهتمامه بقضايا لا الدين ولا الدنيا. في قضايا الدنيا ده احنا رايحين الى التعمير في مدينة العالمين الجديدة وجامعة العالمين الجديدة كواحدة من عشرات المدن الحديثة التي اقامتها الدولة المصرية. في امر الدين ما حدث في هذه الاشهر الاربعة لم يحدث في التاريخ الماضي. وبعدين بما ان ده جزء كبير، صحيح المسجد ده من موازنة وزارة الاوقاف الكامل، لكن في عشرات ومئات المساجد كانت من الجهود الذاتية، مما يؤكد على عظمة واصالة وتمسك هذا الشعب بايمانه. في الختام بأهنئ معالي الوزير خالد شعيب وأهالي مطروح بالعيد القومي، وبنتمنى لهم كل التوفيق. كل شكر لحضرتك سيادة وزير الأوقاف وسيادة اللواء خالد شعيب محافظ مطروح. مدى التعاون المثمر بين محافظة مطروح ووزارة الأوقاف في تشييد وبناء وإحلال وتجديد المساجد هنا على أرض محافظة مطروح؟ طبعا في البداية دعني أقول يعني محافظة مطروح النهاردة عندها مدى عيد القومي بقى عيدين بتشريف معالي وزير الأوقاف السيد الدكتور مختار الجمعة وبصحبته معالي وزير اوقاف الشيخ نصر وزير اوقاف السودان ووفد المرافق لسيادته، انهم يشرفونا النهارده على ارض مطروح و في تعاون مستمر من ناحيه الاوقاف. ده تعاون مستمر على طول الحمد لله. احنا يمكن لسه بقول لمعالي وزير الاوقاف النهارده ان يمكن ده 9 مسجد انا احضره في وليس ما كملتش السنه في مطروح. فالحمد لله بفضل الله هذا المسجد بني من وزارة الأوقاف بتكلفة بلغت حوالي 3 مليون جنيه على مساحة 600 متر، بيسع عدد كبير كده من المصلين وفي مصلى في الدور اللي فوق. فالحمد لله بفضل الله سبحانه وتعالى احنا بنشكر معالي وزير الأوقاف على دعمه المستمر لينا، وبأهل مطروح مبروك يعني افتتاحات اللي احنا عيد القومي اقتصر هذا المرة دي في الافتتاحات على الافتتاحات ووضع حاجة أساس للشعارات بدأت تنفيذها. اقتصرنا على كده عشان برضه جائحة كورونا، ربنا يعفو عنا هذا الوباء والبلاء. ف
فالحمد لله ورغم ان رائحه كورونا موجوده الا انها لم توقف عجله التنميه في مطروح، والحمد لله وهذا خير دليل على ان احنا بنفتح النهارده المسجد دوت، وعندنا مشاريع عديده بدءا من الضبعه بالعالمين الجديده براس حكمه جديده قريب ان شاء الله، بميناء جرجوب، بمنفذ السلوم البري، الحمد لله مشاريع عملاقه على ارض مطروح. كل الخير لابناء مطروح ان شاء الله بما يوفر لهم ان شاء الله فرص عمل، وان شاء الله مزيد من الخير لمصر والمطروح واهل مطروح جميعا وهم حراسه بابا الغربيه. واقول لهم كل سنه طيبين بمناسبه العيد القومي لمحافظه مطروح، وبرحب بمعالي الشيخ ناصر الدين وزير الاوقاف السوداني، اهلا بيك. كل الشكر لحضرتك سياده اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، ودائما بالتوفيق لمحافظه مطروح في كل في اعيادها القوميه. سياده وزير الاوقاف السوداني، ربما على مدار 5 أيام كانت زياره سيادتكم هنا مع الوفد المرافق من دوله السودان الشقيق هنا في جمهوريه مصر العربيه، ربما الجوله شملت مناطق عديده لكن تختتم بالفعل اليوم من الاسكندريه واليوم في محافظه مطروح. انطباع سيادتكم والوفد المرافق مع سيادتكم بعد هذه الجولة التي استمرت على مدار 5 أو 6 أيام. تشرفت في هذا اليوم مع معالي الدكتور الأستاذ محمد مختار جمعة وزير الأوقاف المصري، ونحن في استضافة أهالي قرية سيدي عبد الرحمن بهذه المحافظة، وسعادة اللواء تشرفنا به وهو قد زامل كثير من السودانيين في الكلية الحربية، فنسأل الله سبحانه وتعالى دوما وأبدا أنه يجمعنا في ساعة خير. اليوم إذا كان هنالك ثمة كلمة أفتكر أنه هذا اليوم هو يوم لملء الروحانيات وغذاء الروح، لأن الروح تغذى بالدين والقيم والأخلاق والموروثات، فأفتكر أنه هذا اليوم لطالما جئنا وافتتحنا هذا المسجد وهو بيت من بيوت الله سبحانه وتعالى، قد أذن أن ترفع ويذكر فيها اسمه، يسبح له فيها بالغدو والآصال. نحن بنبارك للناس كلهم افتتاح هذا المسجد، ونبارك ونهنئ أولئك الذين تبرعوا لصالح هذا المسجد ببنائه، ونبشرهم بحديث النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال: من بنى مسجدا لله في الأرض يبتغي به وجهه بنى الله له مثله في الجنة. وسيظل هذا المسجد طالما صلى فيه الناس، كلما صلى فيه الناس أجرهم سيذهب إليهم بقدر الذين أدوا الصلاة في هذا المسجد، وهو أجر عظيم عند الله سبحانه وتعالى، وسيظل هذا الأجر حتى لو انتقلوا إلى الدار الآخرة، لأنه النبي عليه الصلاة والسلام في حديث أبو هريرة رضي الله عنه يقول: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من 3: صدقة جارية، والصدقة الجارية هي الصدقة المتجددة النفع. فصلى الله دوما وأبدا أن يجعل ذلك في ميزان حسناتهم. شكرا لكم. كل شكر لحضرتك سيادة وزير الأوقاف السوداني. إذا زميلتي العزيزة شروت، كانت هذه هي أبرز ملامح جولة سيادة وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، يرافقه السيد الشيخ نصر الدين مفرح وزير الأوقاف السوداني، والسيد اللواء خالد شعيب هنا في قرية سيدي عبد الرحمن بمدينة العالمين. دعني أذكر لك شروت أنه بعد افتتاح هذا المسجد سوف يقوم معالي وزير الأوقاف بصفة معالي الأوقاف السوداني سيد اللواء محافظ مطروح بجولة في مدينة العالمين الجديدة لإطلاع الوفد السوداني على كل ما تشهده مصر من تنمية وعمران في كافة النواحي. إليكم في الأستوديو شروت. شكرا لك وليد هيكل مراسلنا هناك، ومتابعة لجهود الدولة في بناء وتشييد وتجديد 660 مسجدا، وافتتاح اليوم 60 مسجدا على مستوى 16 محافظة، وأن هذه هي رسالة للعالم أن مصر هي بلد الأمان وستظل كذلك.